منور ده نور منور ده نوري كله. قول لي بقى، اعتقد ان 2000 رمضان 2017 تفارق بالنسبه لك. اه طبعا فارق، لان ده اول عمل درامي ليا، الحساب يجمع ورايح المدام. قبل كده كنت مصنف بالنسبه للناس وللناس المهتمين يعني بالممثلين الجداد ان انا راجل كوميديان بعمل اس ان ال 3 سيزون. ايوه. وقبليها كنت في مركز الابداع، فكان الموضوع كله الناس بصالي على اني ممثل كوميدي، فكنت محتاج الدور او المسلسل اللي يوديني في حتة تانية، يوري إن اني زي ما بقدر اعمل كوميديا بقدر اعمل دراما. برافو عليك. فده كان مهم جدا بالنسبة لي، وانبسطت جدا ان انا ربنا الحساب يجمع مع الفنانة يسرى. دي تجربة كبيرة جدا، وفكرة كمان ان انا اقف قدام هرم كبير وحد اسطوري يعني زي استاذة يسرى، ده كان مهم بالنسبة لي، مع كمان مخرج زي ما بيقولوا بيجيد فن قيادة الممثل استاذ هاني خليفة. دي كانت حاجة انا مبسوطة كمان انك انت خدت قرار انك هتروح في ناحية تانية. انا كمان قبل رمضان اتعرض عليا حاجات غير الحساب يجمع، بس كانت لايت كوميدي، وكان الوقت ساعتها ضيق جدا لاني كنت بصور اس ان ال مع فكنت لازم اقبل حاجه واحده معينه، وكانت الادوار الثانيه مساحتها اكبر وفيها يعني فرايتي كبير، بس كان في الاول وفي الاخر هو كوميدي او لايت نفس كوميدي. نفس الشكل اللي انت بتقوله. نفس اللي انا بعمله. انت كنت بتدور على حاجه ثانيه. بدور على الناحيه الثانيه خالص. فعملت نشوف الحساب يجمع. لان احنا استمتعنا الحقيقه بتوني في الحساب يجمع. وبالمناسبه هي المشكله ان احنا عندنا لازم نفكر في الحكايه دي، كم كبير جدا من الاعمال. احنا لو عندنا عمل واحد او عملين او ثلاثه هنقدر نشوفكم كلكم يعني بتركيز كبير. احسنت يعني. لا حقيقي يعني اداء رائع، وانت كمان بتمثل قدام يعني. انا عبد المغني انا بموت فيه بصراحه. أستاذ. يعني ممثل يعني من طراز رفيع. يعني بجد دي حقيقه. وهو كان اكتر يعني من اكتر الناس اللي كانت كمان بتحاول تذاكر معايا الدور وكل يعني. انا فاكر المشهد ده بعد ما خلصته على طول هو قام سقف لي واداني شوكسي قدام الناس كلها. انت الدموع حقيقيه والتاثر وبتعيط بجد. انا كمان كنت محضر للمشهد ده بالتحديد، يعني ان انا قبليها بيومين كمان ما كنتش نايم وكنت مركز جدا في انه بقاله يومين يعتبر في الاسم يعني، فطلعان عينه وخلاص هو اعترف انه قتل ابوه، فكنت مركز جدا انه يبقى حقيقي لاني ما كنتش عايز اعمل الدور المدمن او اللي هو الصايع او البلطجي المتعارف عليه يعني. كنت واخد الكاركتر في حته تانية انه ممكن يكون بني ادم طبيعي عادي عنده اهتمامات. في حد بعت لنا رساله بيقول انا عايز احيي توني واقول له يا ابني اني لما بشوفك دلوقتي على الهوا بفتكر نجمنا الكبير في شبابه حسن يوسف. الله. حاجة كبيرة جدا، يا ريت الواحد يبقى ربعها يعني.